السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الجزائري وين يظفر بخدمات شاب جديد وهو حجام. يعني نتمناو ان شاء الله بربي ما يديرولناش كيما ايلان، يديرولو كيما يعني واحد لي جوان لي فاتوا في المنتخب الوطني، يعني غير باش ارجان سكتوهم هاد الخطره تاع ارجان سكتوهم كيما سبعه لي فاتوا في جوان، كيما بزاف لعابه هادو سبعه في جوان يفيتو تحقلو خاطش ما ولات عندكم الذاكره، خاطش عملوا يعني يقولك شكون اللي جبناهم وشكون اللي ما عيطنا لهم يا ودي غير في سبعه باش تجيب سبعة، وقلنا لكم بلي سبعة هادو جابهم باش يقارع يريكيبيري غير اللعابة تاوعه. اليوم نشوفوا إن شاء الله بربي راه عندكم فانيك، راكم كاع ناسينو عندكم فانيك غلام، عندكم فانيك غلام خاطش عليه مدرب لي قالكم وانتوما 30 عام 31 عام بيتردوه شيباني. حنا ماشي في قضية هذه، قضية تاع المستوى تاع اللعاب من ينزل، يعني لحد ذيك 30 عام 35 عام مش عندنا المستوى تاعهم نزل، كنا نقول لك صاي يكملوا، ما قلنا لكش راهي عنده 60 عام ولا 70 عام. انتوما وليتو تقلبوا لنا الهدرة، انتوما وليتو تقلبوا الهدرة، انا نقولها لكم. هنا هذو اللعابة اللي بيجيبوهم الله يجعل ان شاء الله بربي ما تكونش حملة من اجل منفعة خاصة تاعكم انتوما برك، حنا خاصنا منفعة عامة، انتوما تحوسوا على المنفعة الخاصة تاعكم وتحوسوا كيفاش تكسبوا الوقت تربحوا الوقت برك، هذا مكان خاص كل تربص ينوض هذا الهيلا لعمنا على بالنا يا ودي، كاين لاعبين كاين منا انتوما ما اتصلتوش بهم. راك تشوف اليوم اتصال اول يقول لك راني هنا بصح ما قبل انتوما ما بغيتوش تخدموا، هذه تؤكد باللي انتوما ما بغيتوش تخدموا، هذه هي بالتالي كاع. وين تواصل الاتحادية الجزائرية مراقبة لاعبين شباب متألقين خاصة في الدور الفرنسي لكرة القدم، وهذا قبل إعلان عن قائمة الخضر المعنية بمواجهة النيجر في لقاء مستوي الشهر المقبل ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2024 بالكوت ديفوار. يا ودي حنايا غير جيبوا اللعابه خدموا اللعابه، انت يا لهنا بقي مخلوع. النيجر على بالك بلي ربحناها بخمسه بالمحيوز، محيوز ربحناها بخمسه، بالخيصر ربحناها بخمسه، شو كيفاش؟ يا ودي النيجر ما كان والو صاحبي، انا ماذا بيا اللعابه ذو جدد، يعني نشوفوا ثمانيه جدد لعابه جدد، يعني من ذو ثمانيه ينجم كي تعاود ترد اصحابك ولا يعني تنجم تقلع منهم زوج ثلاثه والاخرين يقعدوا لا سويت هذا الوقت. يا محرز يا محرز لوفا ولا الفانتا يقفل 32 عام سي محمد. هل تعلم باللي الفانت شعرنا بالشهر، والله ما على بالي شعرنا. المهم الفانت يقفل 32 عام محرز، ثم العام الجاي تولي عنده 33 عام، كوب دافريك تاع 2025 تولي عنده 34 عام. استهموني شنو نقول لكم، 2025 تولي عنده 34 عام، 2025 تولي عنده 34 عام. استهمونا شنو نقول لكم اصاحبي، استهموا غير بشويه. هاو لعابة لازم ما نعاودوش نطيحوا في الغلطة تاع 2019، يعني اللعابة اللي كانت عندهم 29 30 كنا نهضروا فيها، كنت نقولوا يا ودي نتايا راك ما عجباتك كيما هكا راك تربح والقصف والناس يقول لك لا قد قصف وهي غير شعباوية. كنا نقولوا لك اليوم لازم الغلطة اللي درتها تاع 2019 لازم ما تعاودهاش، حنا على بالنا الغلطة اللي ماشي غلطة درتها، لا كان كلش مدروس، يعني مخلي ذوك 11 تاعك ولا 14 تاعك اللي بيتروا بها وليتو تخدموا تجيبوا اللعابه ديروا لهم لي ستاتي وتبيعوهم. هذه حقيقه رانا نهضروا بها ماشي زعاقه، حقيقه هذه هي. وين شان على وين نقولوا باللي من شان الاتحاديه الجزائريه تؤكد ان تم التواصل مع الظاهر الايسر نادي نوت الفرنسي جون حجام من اجل انضمام الى المنتخب الجزائري، وهذا بعد امكانيات التي اظهرها اللاعب الشاب مع فريقه نوت. وتفيد المعلومات بان جون حجام لا يمانع في اللعب للخوض مستقبلا، حيث اكد
رغبته في هذه الخطوة، أن كان يريد الاعتماد على خدمته كما جرى الاتفاق بين الطرفين على ضرورة بدء اللعب بتغيير جنسيته الرياضية. ماشي هو يغير جنسية، يعني كله اتحادية وصعيد، وين يريد الاعتماد وين على ضرورة يعني الجنسية الرياضية على مستوى الفيفا ليكون جاهز للعب مع المنتخب الجزائري على الأقل انطلاق من معسكر يعني جوان المقبل. وسبق اللاعب جون حجام أن مثل الفئات السنية المنتخب الفرنسي عدة مرات، آخرها منتخب أقل من 20 سنة في 4 مباريات، مع العلم أنه انتقل إلى نوت في الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادم من نادي أفسي باريس المنتمي للدور الدرجة الثانية الفرنسية، كما أمسي يقدم مستويات مميزة ويحصد بذلك إشادة المتتبعين لطريقة لعبه العصرية في مركزه. جون حجام 19 عام من مواليد العاصمة الفرنسية باريس، كما تنحدر أصول والدته من ولاية مسيلة الجزائرية، أما والده فهي والدة والوالدة تاعو من ولاية تلمسان، كما جاء الاهتمام بخدمته من قبل هذا المدرب، رغم أن الأخير حسم مسألة ضم الظاهر الأيسر الشاب لنادي فولهامبتون الإنجليزي رايان أيتنوري، ويوجد مخضرم رامي بن سبعيني منذ سنوات مع الخضر. يعني منافسة مليحة، المنافسة مليحة، لازم يكونوا. أنت تروح عند ديشون، كي تروح عند تشوف فرنسا عندها كل منصب عندها 3-4 جوارة كل منصب، ماشي عيب، ماشي تقول له خرج بعد 2019 نعقلوا مليح، كانوا يخرجوا يهضروا علينا، يقول لك انا شو بير كي يهضر كيما هكا، راك تقول له تجيب عوار تجيب في غولي وين تلعبه يا ودي. المنافسه ضروك شو بن سبعيني، قول بن سبعيني يدير غلطات ولا يدير من ولا يدير حاجه، قول له يدير صايك، يولي سيبر، يولي منا سيبر، يولي الاخر سيبر، يولي الاخر سيبر، والو ما كاش الغلطه، الغلطه ما كاش مسامحه، ما كاش العقليه لازم تبدلها يا المشرف، لازم تبدل العقليه تاعك. يعني يعيطوا للجمال كاش هذيك، هذا الجمال تاعي راك اونترينر كاش، كيما قال لهم راخو كيسموه مهدي بن عطيه، دار تصريحات على مع على على غوارديولا، قال لهم غوارديولا لعبت دو ماتش مع البايرن ميونخ نقطع، قال لهم ولا يكسر معايا، قال لهم خطرة عيط لي قال له روح، قال له انت هنا راك لعاب وانا راني مدرب، ما راكش صديق تاعي، قال له انت راك خدام وانا خدام، قال له ما راكش صديق تاعي، قال له اصدقاء في العمل، قال له كي نكونوا خدامين كاش تاع صاحبي، قالوا نفرح بيك في المباراة مي تلعب مليح نجي نشكرك، قالوا بصح في العامل كي يكونوا خدموا كاس صاحبي، ما تضحك معايا ما تضحك معاك، انت في بلاصتك وانا في بلاصتي، قطعت. هذا المهدي بن عطية هدرها، لاريا سونترال تاع المغرب قالها كاش، زعماك هاي الجامعة عادي نعم عادي، زعماك مسؤول الشعبوية مسؤول، يا ودي تربحها، بعد داروا عليك ولاو يحكموا فيك. يعقموا فيك فلان ما تجيبوش فلان ما تجيبوش فلان ما تجيبوش، لا هذي كاين هذي خليها، الله يجعل ان شاء الله خليها ربي. ان شاء الله ما نكونوش غالطين برك، الله يجعل ما نكونوش غالطين برك، هذا مكان كاين بزاف. انا ما كان نتمني النيجر والله العظيم نيجر، والله تخلي لعابه يعني كان كيما واحد كيما ما حدش تجيبو يلعب النيجر، بن ناصر تجيبو يلعب هذول نورمالمون، واحد كيما ماندي راه في بلاصتو خليه، الاخر راه في كل واحد في بلاصته خليهم، وخدم مع جديد، اخدم مع جديد، دير ثقه في روحك، خدم مع جديد دير ثقه في روحك، دير انت مدرب دير ثقه في روحك، جيب لعابه وسيي ودير منه وخلط منه وخلط منه وخلط منه. راهي اسبانيا مع الارجنتين لعاب واحد اللعابه نار صاريه بيناتهم، عنده 18 عام وانت لهنا كنت تلعب لازم يكون عنده 40 عام، لازم 40 عام، خدم دير كونفيونس في روحك، انا نقول لك دخل على روحك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم.
صحيتو ربي يحفظكم خاوتي.